هذا هو الجيش، ومنذ عام 1968 وتحديداً في 21 من آذار، وما زال جيشنا العربي يقدم التضحيات والغالي والنفيس من أجل وطنه وشعبه وقيادته. بوريه وقايش ورتب عسكرية وسلك أحمر وجندي بالفوتيك واقف كالسنديان، لا تهز ريح ولا تحنيه. واقف واقف بوش الضيم، واقف ليحمي بلده وشعبه وعلمه. وما تغيرت الأيام ولا غيرته، وبعد بنفس الخندق لليوم، من أجل شعبه ووطنه ومليكه بحارب معنا اليوم بنفس الهمة والمعنوية بروحه وقلبه وعقله. خلينا اليوم نرد الجميل ونرد الدين لنحمي بلدنا معه، ونظل بالدار لحتى تعمر الدار.